اهلا وسهلا فيكم احبتي الكرام، ما زلنا متواصلين معاكم مع الحيويه والنشاط والاقامه اليوم في البيت اللي هي بالنسبه لصحتكم واولادكم والمحافظه على الصحه العامه مسؤوليه مجتمعيه في الظل اللي نحن نعيشه اليوم في موضوع كورونا. ونحن مثل ما تواصلنا وياكم من البداية مع النشاط المنزلي والتمارين المنزلية وتمرينك في البيت مع الكابتن طبعا وليد اليوم مساك الله بالخير. أنا والله حياك الله مرة ثانية، يوم جديد وأعتقد اليوم النشاط أكثر إن شاء الله. صحيح. صحيح. لأن احنا عطينا الناس جرعة من التمارين في الحلقات الماضية، واليوم احنا موجودين ما شاء الله في يلسة. انا تعيبني من تيلسني في يلسة مريحة، يعني معناته اللي جاي ان شاء الله يكون حلو. اكيد اكيد جميل، لان اليوم راح نركز على عضلات البطن، عضلات شاملة للبطن، في البطن العلوي والسفلي والخواصر. يعني اللي بيرتب بطنه يتابعنا اليوم. حلو جميل، ما شاء الله عليك مجهز بعد الامور. ايوه التمارين راح تكون بسيطة ان شاء الله، بس نحتاج مساحة بسيطة عندك هني. اوكي. الحين راح نبتدي بأول تمرين. ايه. راح نسويه شامل لبطن العلوي. اوكي. والأوسط. حلو. اوكي. أنا وياك. تريح أول شيء بهالأسلوب. تطلع فوق، ترفع يدك بهالأسلوب. اوكي. اوكي، الحين بنسوي 12 عدة. 12؟ يلا. أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. عاش كابتن. واحد، اثنين. أوكي، ممتاز، خفيف. حلو، خفيف. هذا المبتدئين. مبتدئين لازم تحط شيء تحت ريلك. اوكي. او حد يود ريلك. اوكي. وتأدي نفس التمرين. في فرق بين ان يعني حد اذا يود ريلك وبين انك انت تسوي لحالك؟ اكيد، يعني مثلا انت بتسوي التمرين بدون ما حد يود ريلك. اوكي. راح تأديه بهالاسلوب. ايه. وتحس شويه صعوبه، ليش؟ لان ما في شيء يمسك ريلك. حلو. فتستعمل عضلات بطنك بشكل كامل. ممتاز. زين؟ فاحنا نسوي التمرين يكون يشمل البطن العلوي وشويه الاوسط والسفلي، يوم يعني تحرك ريلك للاعلى. حلو، يعني 12 مره نكررها اربع مرات؟ صحيح، اربع مرات. حلو، يلا. الحين نسوي بعد مره؟ نعم. يلا. وياك. واحد، اربعة، خمسة، عاش وليد. ستة. ايش ياباك؟ لازم تتبع تعليماتي في التمرين. اوكي. 11 12 12. هاي يعني هاي اللي ما فيها اكل. اوكي. على طار الاكل، تمارين البطن خاصه حلو لازم ما تسويها بعد وجبات. بطنك خالي تمرن البطن. حلو. لان التمارين تضغط على المعده. تمام. مر بمشاكل في المعده. حلو. ممتاز. الحين بنركز على بطن السفلي اكثر. اوكي. اوكي. بنسوي حركتين للمبتدئ وللمتقدم. الحين بنسوي المبتدئ. تمام. تكون بهالوضعيه. اوكي. نخليها فوق. اوكي. تلمس هالريل، تلمس هالايد. اوكي. تشي. ايه. تشي. ايه. تشي. حلو. اوكي. بكل اريحيه. ايه. هاي للمبتدئ. تمام. تمام. هوب 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 هوب. ايوه. اوكي، الحين خلينا نأديها. ايه. للمتقدم. متقدم. متقدم كيف نسويها؟ هالمرة ريلك ما تلمس الأرض. ها. وتسوي تبادل. كي. اوكي. ايه. يلا. مرة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. حلو. خلاص؟ أبغى 12 أنا. 12؟ ايه. ما قلت لي من قبل. يلا يلا. حطي حبتين. حبتين. واحد، اثنين. حلو. ها. ما انزل. لازم ما تلمس الارض. اوكي. هذا متقدم. زين. يلا تمام. ريح شويه ونعيدها. نعيد. يلا. سير. واحد، اثنين، ثلاث، اربع، خمس،
ست سبع ثمان تسع عشر تمر واحد اثنين. امورك طيبة امورك طيبة كابتن. ها ايش حالك يا كابتن؟ بخير ان شاء الله. ما عليك امور طيبة. ايه زين ما في حد يساعدك؟ ممكن يخليك شوي سوي شيبة يا حسن. لا لا الامور طيبة ما عليك. زين كابتن الحين بنسوي تمرين. اوكي بنركز فيه على شو؟ على الخواصر. زين زين يا سمكانك بعد اسلوب. اوكي خلينا نسوي حين مبتدئ عشان ما حد يزعل منا. اوكي ريدك على الارض. تمام على الارض شي وتحرك يمين ويسار. أوكي. بس ما تكون من قدام ولا تكون للخلف وايد. ايه؟ في الوسط. اوكي اوبا حلو تسع عشر. انا ما اخاف الا يوم ما تعد عد زين. يلا خلصنا 12 خلصت؟ ايه. اوكي الحين بنسوي شو؟ متقدم. ممتاز هالمرة نرفع رينا شوية فوق. خاف تشني انا من هني تحطني هني متقدم. ها بعد يصير لك عندك وزن. عندك وزن تلعب التمرين. تمام حلو. اوكي ناخذ نفس شوية ونصير متقدم. ام ترفع رينك شوية فوق ونفس الحركة. زين يلا مستعد؟ أنا بديت. زين يلا يلا واحد اثنين ثلاثة يلا أنا طيح. كابتن عشر هاي بس ما عليه أمورك طيبة. يلا أوكي 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 نكررها مرة ثانية. ما عليه ويا هالجو اللطيف هذا مو مشكلة. إيه بعد نفس الشيء جو غاوي أبوي هني. أوكي كابتن يلا واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة ثمان تسعة عشر. أنا أقول لك ورسلني أنا أوكي. تعابيرك يا أخي. عشان تتعرف. أوكي كابتن. الحين نختمها. ها؟ بتمرينين حلوين. أوكي. أيوة. أول واحد للخواصر. تمام. شي؟ وهذا أسلوب. أيوة. إيدك تحت. إيدك تحت. وواحد. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. الجهة الثانية ها بسيطة بسيطة. زين يلا 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 نبدأ. يلا واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر. تأخذ نفس مثل ما تشوف تمارين البطن تحس بالتمارين مو بس في بطنك أجزاء جسمك كاملة تشتغل معك. حلو لأن هذا كور يسمونه. أوكي. حتى ظهرك يشتغل. ممتاز شو الحين بقى؟ الحين البلانك. بلانك هنثبت 10 ثواني. أوكي واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر. اوكي ريح شويه. اوكي لو نبغى نصعب الحركه مع البلانك راح نحرك لنا يمين يسار. خلنا رويك كيف الحركه. واحد اثنين بهالاسلوب. اوكي ابدا يعني خليت نفسك خليت نفسك حاضرين يلا. ها واحد اثنين لا المس الارض. ها المس الأرض. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة
سبعة ثمانية تسعة عشرة خلصنا؟ خلصنا. زين أنا ما فيني نسخ. اختم يا المشاهدين. مثل ما قلنا التمارين تأديها من 20 إلى 45 دقيقة. تمارين البطن مثل ما شفناها معدودة وبسيطة، تأديها في البيت بزاوية صغيرة. لا تنسون تشربون ماي كفاية 3 لتر في اليوم. النظافة الشخصية، النظافة العامة عندك وفي البيت اهتم فيها ايضا. حسن شو رايك؟ نعم، خلنا نودع المشاهدين ونكمل تمريننا لو سمحت. اوكي تمام. ومثل ما قلنا رياضتك وين؟ تمرينك في تمرينك بيتك. في بيتك ورياضتك بعد في بيتك نفس الشيء الرياض، بس هي تمرينك في بيتك في بيتك. يلا كمل البلانك.